أكد وزراء الداخلية الأوروبيون في اجتماع عقدوه في بروكسل تواصل تدفق المقاتلين الأجانب على سوريا والعراق رغم الإجراءات الأمنية والقضائية لتتبع أثرهم. وبحث الوزراء وسائل مواجهة خطر الإرهاب على جميع الأصعدة منها المواقع الاجتماعية. وأكد المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب جيلدي كيركوف حيث عاد من مصر قبل 3 أيام أكد أن مصر تواجه تحديات أمنية في سيناء وعلى حدودها مع ليبيا. نور الدين الفريدي والتفاصيل. ترسانة إجراءات الرصد والمراقبة الأمنية التي وضعتها الدول الأوروبية لاحتواء مشكلة المقاتلين الأجانب تبدو محدودة التأثير بعد أكثر من سنة على بدء تنفيذها. وقد سجل وزراء الداخلية تواصل تدفق المقاتلين الأوروبيين على سوريا والعراق وتزايد مخاطر الإرهاب في أوروبا. تقوم أجهزتنا الأمنية بعمليات مداهمة منتظمة وتقديم المشتبهين إلى القضاء ويتم ذلك كل يوم، وهناك تعاون بين الأجهزة الأوروبية من أجل تفادي مخاطر الإرهاب. عدد المقاتلين الأوروبيين في سوريا والعراق يقدر ب3000 منهم 300 فرنسي في الميدان إضافة إلى 60 فرنسيا قتلوا في الحرب و100 فرنسي عادوا إلى بلادهم. تدفق المقاتلين يتواصل بانتظام ونرصد الكثير من الرسائل في مواقع تويتر وفيسبوك. وأكدت دراسة أخيرة في ميلانو حضورهم المكثف في أوروبا وفي المواقع الاجتماعية. وزراء الداخلية الأوروبيون بحثوا إجراءات تتبع أثر المقاتلين عندما يعودون إلى بلدانهم وتفكيك شبكات التهريب ومواجهة دعاية المتطرفين في المواقع الاجتماعية ونشاطات الوقاية واستيعاب العائدين على الصعيد المحلي. يحاول هؤلاء الشبان السفر للقتال لأسباب عدة اقتصادية واجتماعية، فهم غاضبون وفي حال قطيعة مع المجتمع، وأعتقد بأن الوقت قد فات بالنسبة لهؤلاء حيث يصعب ثانيهم. وأوصى وزراء الداخلية بتسجيل بيانات العائدين من سوريا والعراق في أنظمة شنغن الأوروبية في انتظار التوصل إلى اتفاق حول تسجيل بيانات المسافرين الوافدين من بعض الوجهات ذات الصلة بمناطق القتال. وزراء الداخلية أبرزوا تطور التعاون مع الدول المجاورة في مقدمها تركيا، وأكدوا أيضا على دعم أجهزة الأمن في الدول العربية التي تشهد مراحل الانتقال السياسي مثل تونس ومصر. رودين الفريدي، العربية، بروكسل.